نعم. السائل الدور على من؟ تفضل. يا شيخ عفى الله عنك، إطالة شعر الرأس بتوفيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من السنة أم عادة؟ أنت قلت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول هل هو من السنة وأنت تقول اقتداء بالرسول؟ لا نقص تحرير السؤال. لأن بعضهم يقول تحرير السؤال، لو حذفت اقتداء بالرسول لكان أحسن، علشان نشوف هل هو اقتداء ولا لا. أفهمت؟ نعم. حر نقول إطالة الشعر، شعر الرأس، هل هو من السنة أو لا؟ صح؟ طيب هذا السؤال. لا، ليس من السنة، ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه، حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه. ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبدا. وعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعله، وإلا فافعل ما يعتاده الناس، لأن السنة يا إخواني قد تكون سنة بعينها، وقد تكون سنة بجنسها. فمثلا الألبسة إذا لم تكن محرمة، والهيئات إذا لم تكن محرمة، السنة فيها اتباع ما عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس. فنقول الآن جرت عادة الناس ألا يتخذ الشعر، ولذلك علماء الكبار، أول من نذكر من علماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن السعدي، وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد إبراهيم وإخوانه وغيرهم من كبار العلماء، لا يتخذون الشعر لأنهم لا يرون أن هذا سنة. ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة. فالصواب أنه تبع العادة. إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه، وإلا فلا